أسيس رضا، فينا نقول أنه هذا اليوم هو يوم ولادة الكنيسة، ملكوت الجديد اللي علم عنه يسوع المسيح، ولو في دقيقة أسيس رضا؟ الحقيقة أسيس نزار، أنا بشوف أنه الكنيسة في العهد القديم كمان، يعني في سفر الأعمال أصحاح 7 الآية 38 يكلمنا استيفانوس عن الكنيسة التي في البرية. كل المؤمنين بتوع العهد القديم هم الكنيسة، كنيسة العهد القديم ككلمة باللغة العبرية، وسبحك. لكن العهد الجديد دي الكنيسة اللي الرب يسوع أسسها وقال هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، ودي كانت الشهادة الرائعة إن الرب يسوع تمم العهد الجديد اللي قصد إن هو يصنعه، انطلاقة الكنيسة المسيحية اللي انطلقت في كل العالم واللي بتوصل رسالة المسيح واللي المسيح بيغير فيها البعيدين والقريبين، هي انطلاقة الكنيسة لإتمام الإرسالية العظمى. الرب يسوع قال لهم دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى القضاء الظاهر. وبنبص نلاقي إذا كانت البشاير بتقدم لنا حياة يسوع مدة 30 سنة، سفر الأعمال بيقدم لنا عمل الكنيسة وكراسة الكنيسة لمدة 30 سنة، ولا تزال الكنيسة بقوة الروح القدس تعمل عمل الله وتكرز وتربح النفوس له. آمين آمين قسيس رضا، يعني أنا بشكرك كتير، الوقت أزف، إحنا في النهاية، ربنا يباركك ويبارك خدمتك ويعطيك الصحة والطاقة كما اعتدنا أن نشوف القسيس رضا. شكرا جزيلا قسيس رضا، وإن شاء الرب رح تكون معنا في حلقات أخرى بالمستقبل القريب. إخوتي وأخواتي، ربنا يباركك. أحبائي، طبعا يوم الخمسين هو مش بس يوم تاريخي أو حدث تاريخي، لكن هو يوم عمل عميق بالروح القدس في الكيان والقلب. وفي هذا اليوم، يوم الكنيسة طبعا اللي اقتناها كنيسة الله، اللي اقتناها بدمه، يعني اندفع فيك ثمن غالي، فأنا بصلي إنه هذا الموضوع يلمسك ويغير حياتك. بحب أسمع منك، الرب يباركك.